أهلا شوقا وأمانا يقصي الأحزان. يا رمضان صحن واحد، صحن واحد، صحن واحد، كل يوم صحننا غير فينا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج رمضان وفي فقرة صحن واحد. هلا وسهلا فيكم مشاهدينا في مطبخنا اليوم 11، حياكم الله. يا هلا وسهلا فيكم طبعا مع النجم فيصل والمبدعة ولا، ومع النجم الكبير الكوميدي إبراهيم السويلم والمنشد خالد حامد الشهري. أهلا وسهلا بكم في مطبخنا اليوم. استنى الشباب يوصلوا، صحن المبدعين النجوم، كل واحد يدخل بسكينته دحين وبالملعقة حقه ونشوف اليوم يا مين تبي ظهرك، يا مين بيفوز. يلا حي الشباب، يا حبيبي كيف حالكم؟ طيبين. فيصل اخبارك؟ والله اني ميمي. وش عندك اليوم؟ والله اقول اهلا وسهلا جمهور العزيز، جمهور الغالي، والله اني اشتقت لكم. مرت الايام بسرعه صح؟ نعم. واليوم رقم 11 وانا مشتاق لكم، واحنا اكثر مره متودين معكم، واقول لكم احبكم مره ولابي حبيبي. يلا يا ولا، حياك الله يا ولا، كيف حالك؟ طيبه. مبارك طيبه؟ طيب الحمد لله. ايش عندك اليوم؟ عندي أبهدي إهداء جميل أهديه الجنود المرابطين على الحدود. تفضلي. يا مساء حزب النوادر والذيابة، يا صباح النصر لذعذع حبوب، من بلاد المصطفى وارض الصحابة، لن تخسل معناها نصر العروب، أقلعت برق جال الليل الضباب، طيرات الحزم والحزم معيوبة، طيرات الحزم والحزم معيوبة. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، يعطيك الصحة الصحة والعافية إن شاء الله، وما شاء الله عليك تبارك الله، استاهلوا كلام حلو هذا، واستاهلوا جنودنا المرابطين على الحد الجنوبي، الله يثبتهم ويقويهم إن شاء الله، وينصرهم ويسدد خطاهم ويرجعونا سالمين غانمين إن شاء الله. أقول المشاهدين من أجل لكم حضرنا وبكم نستمر. يا سلام عليك، يعني في اليوم تحدي بين فيصل وولا؟ نعم. أكيد؟ نعم. أكيد؟ أيوه. أكيد؟ أيوه. طيب ننوه على عن طريق المسابقة اللي هي أرسل مقاديرك وطبختك على الإيميل ورقمك ورقم الجوال للتواصل على الإيميل الظاهر أمامكم على الشاشة، اتصلوا معنا وشاركوا، يا ممكن يحالفك الحظ بفوز، وإذا ما فزت سولفت معنا ودردشت وتونسنا معك. يلا يا شباب، يلا. طيب نقول نعلن الطبخات. نعم. طيب نقول اليوم معانا المتصلة شيء. سم وين الدفتر حقنا؟ شنو؟ الدفتر حقنا ما ادري عاد، شوفوا ولا مجهزة نفسها ولا ما ادري عنك. طيب نقول معانا المتصلة اليوم معانا نورة محمد. ايوه. وامل العتيبي. امل العتيبي. والطبخات والطبخات مدري وش ومدري وش اتوقع مكرونه بالتونه. ايوه. مقلقل لحم. اوه قلقليني. ايوه. كليني. ايوه. ابخشيني. ايوه. وينكم يا مبدعين؟ ايوه. يا فنانين؟ ايوه. الله يستر. ابراهيم اليوم تقلقلي؟ ابراهيم السويلم وخالد حامد مدسين عشان ما يطبخون يا ولد، خلينا احنا نطبخ. والله شوفوا. طيب من يبغى التونه؟ مكرونة. ومن يبغى المقلقل؟ التونة. 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 حجر رقم قص. طيب لحظة. حجر رقم قص. لا. بعطلكوا شيء. ايه. ما في شيء أصلاً. ما في شيء أصلاً. ها شوفوا ها. أيوة. طيب يلا. ها. يلا. ها.
عطنا الأصحاب. هاي تحط عينه. ما حط شيء. طب بقول لكم شيء. خلوا وجههم قدام. طيب. يلا. اللي اختار الخاتم. اللي اختار الخاتم. هو اللي حاسس. طالع قدام. اللي اختار الخاتم يكون له ايش؟ ليش طالعي؟ لانك حطيتها هنا. لا ما حطيتها هنا. حطيتها هنا. يلا شوف. خششوني خششوني. طيب يلا ها. الخاتم وين؟ وشو؟ الخاتم. 1 2 3 4 5 6 7 هذا الخاتم؟ ايه هذا. طيب امسك يدي. ها؟ فين الخاتم؟ هذا. فيصل هذه؟ ايه. متأكد؟ ايه. انت ايش اخترتي؟ هذه. هذه؟ ايه. طيب فاضية. ايه. هذه فيها خاتم. طيب يلا اذا ما جاء الشباب سوي لحم قلقل. ايوه والله. سوي التونة. التونة تعرف التونة شذي؟ ايه. مكرونة بالتونة. مكرونة بالتونة. مكرونة. اخذ مكرونة وحميها. ايوه. حط موية. ايوه. وحط جبنة فوقها صح؟ ولد. صح؟ ما عرفتي؟ ما عرفتي؟ روح. روح. اسحب. ايه. اوي. ايه. روح. احرقها. احرقها. ما عليك. ما عليك. طيب هات يلا. وش كمان؟ بعدها احط التونة فوقها. صح؟ التونة فوقها. ايه. يا سلام عليك. وحطها في الفرن. مبدع. وانت ايش؟ الشيف فيصل الاسمري. وانا عم مليون. طيب. الشيف. وانت ايش تسوين بالمقلب؟ اتوقع اني اهل. تتوقع نحط مويه ما عليه او زيت ما ادري كيف ما ادري مويه او زيت تحطين مويه تسخنينها بعدها تحطين دجاج نورة لحم مو دجاج يا بابا نورة محمد معانا اسمع 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 دقيقة ايوه ايوه طيب وصلنا على خير الو 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 بقول الو انا الو عيد الو الو اهلا اخت نوره مرحبا حياك الله هلا يا هلا معك ولا واعطيها الطريقه والمقادير طيب يلا قولي الو 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 هلا الدفتر وين اعطيني الطريقه لا تعطيني المقادير اعطيني الطريقه على طول اوكي يلا طيب جهزين التاوة ايش وش جهزين التاوة جهز الطاوة تشبين عليها لين تحتمين ما احط فيها زيت طيب ايش تحط في الطاوة؟ تشبين على التاوة ايوه لين تحتمين ايوه وتحطين عليها ملعقة كبيرة سمن ملعقة كبيرة سمن اوكي ملعقة كبيرة سمن تمام اذا ذاب السمن حط اللحم عليه من دون بصل ايه من دون بصل لا بدون بصل يلا اوكي يلا حطين اللحم عليه بعدين تشين عليها ملعقه كبيره زبيب ايش زبيب ملعقه كبيره زبيب ايه زنجبيل ولا زبيب لا دقيق 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 عرفتك كم ملعقة؟ كم ملعقة؟ ملعقة واحدة. اوكي. تحطينا لين يستوي شوية. كذا يبدأ كذا يبدأ شوية يستوي. ايش؟ ارفعي صوتك يا اخت نورة. ايه؟ ارفعي صوتك شوي. ارفعي الصوت. طيب. قربي. إذا بدأ شوية، إذا بدأ شوية يستوي. تحطين بصلة واحدة مفرومة في الخشن وتحطين فص ثوم مفروم اوكي عيدي عيدي دقيقة بس عيدي طيب إذا بدأ يستوي اللحم ايوه حط بصلة واحدة مفرومة في الخشن لا وش المفرومة؟ مفروم ايش؟ بصل بصل مفروم طيب بصل مفروم وثوم واحدة فص ثوم مفروم ايوه والفلفل الحار حبتين قطعة حلقات صغار طيب حبتين فلفل صغار اكتب 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 ايوه والطماطة تقشر وتفرمينها تفرمها في الخلاط ايوه طيب
تحطين في الخلاط طماطم. وايش كمان؟ بعدين تحطين ملعقة صغيرة كاري. ملعقة صغيرة كاري. وملعقة صغيرة بهار مشكل. ملعقة صغيرة بهار مشكل. وملعقة صغيرة فلفل أسود. بهارات. وملعقة صغيرة كمون. يعني البهارات ملعقة 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 أوكي؟ إيه إيه كلها. صغيرة كاري مشكل فلفل أسود. أيوة. كمون. كزبرة. كزبرة. ايوه بهذا مشكل. اوكي 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 تمام. بعدين تحط. ايوه. اذا حطت بهارات هذا تحط ملعقه كبيره معجون طماطم. تحط ملعقه مع اخر شيء معجون. ملعقه كبيره معجون طماطم. طيب البهارات كاري. البهارات كاري كلها حضني. ايوه كاري ومشكل وفلفل اسود كمون وكمون ولا وكمون وبس وكزبره وكزبره ايه وملعقه كبيره معجون طماط كوب مويه تبدا تغلي لين كذا نص ساعه كذا اذا استوى اللحم خلاص صفي كذا استوى وكاس مويه مليان ايوه ونص نص ثم لمن يستوي نص ساعة الكاري نص ساعة ايه على بالنا طيب يا اخت نورة خليك معنا على 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 على, على, على التليفون عشان نرجع الاتصال فيكي وتابعي شباب اذا في اخطاء وشيء نرجع فيك الاتصال ان شاء الله مرة ثانية اوكي شكرا هلا حياك الله من معك انت؟ اخت نورة الله لا نورة سجلي فوق نورة نورة محمد مرحبا مليون الحمد لله على سلامة ايش بك ابو علي؟ اليوم انتفخت ليكون عاد في احد الزوايا ما شاء الله على رسول الله زوايا زوايا بس زوايا زاوية طيب كيفكم يا شباب؟ يلا خالد خالد بس انت اللي معك ابراهيم ولا خالد اليوم؟ اليوم معك خالد حامد؟ ايوه يلا 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 نحمي الطاوة تاوة يلا يا خالد يلا مع خالد حامد ايوه وثم ملعقه كبيره سمن يلا ثم نحط اللحم ثم دقيق ملعقه كبيره وثم نفرم البصل ايوه ثم نحط فص ثوم عيوني معك حبيبي خذ يلا تعال ثم حبتين فلفل ايوه ثم طرقيعه لا ايش طرقيعه طماط فرح طماط فرح لا وش ايش مكتوب طماطم ايوه اوكي تتاكد هي طماطم مفروم انا مكتوب طماط فرح لا لا طماط اوكي هي قالت طماط قطع طيب اوكي قطع مربعات قطع صغار اوكي بهارات كم من المفروم هذا صوت الكامل بهارات اي اي هذه نفرمها في الخلاط اوكي ذكرت بهارات كاري كم قالت بهارات وكاري مشكل كلها ملعقه واحده كاري مشكل فلفل اسود فلفل اسود كمون كمون وكزبره كزبره ملعقه ايه كلها ملعقه صغيره حبيبي كيف ملعقه صغيره مكتوبين ملعقه كبيره وثم ملعقه كبيره معجون طماطم وثم كاس مويه حار وتستوي لنص ساعه هذا ايش مكتوبين ملعقة كبيرة معجون تذكرين ذاك الحلقة يوم تقولون فيها كيف كانت تكتب ايش ذي تعالي تعالي ها حبيبي مساك جميل يا ليتني طماطة طماطة خلاطة بالخلاطة خلاطة يا ليتني طماطة طماطة خلاطة بالخلاطة ودي ودي تبغى تكون طماطة في الفرامة كم خليني افرمك تعال هنا خليني افرمك طماطم في الفرامه ابشر ما تشتغل ايش اللي طلبات يا حبيبتي طلبات يا ابو طلبات وشو جبس يا ليت جبس تشحيم يا عيوني طماطم الخلاطه حمي هاي ايش مكتوب ايش حمي التاو والله ملعقه كبيره طيب خلينا طيب خلينا انا فتحت طيب خلينا اكو محاوله
حطينا عشان ابو علي يجيبها. ايوه خلي ابو علي يجيبها. البنت ما تبدا. انا ابغى تقرا لك عشان يجيبها. لا 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 انا اجيبها. اقرا لي ولا تقرا لي؟ ملعقه سمن. هذا لحم. لا انا واحده نبغى سمن. هذا لحم وسمن. ها؟ نبغى سمن. السمن موجود هنا. الزيت روحي. لا الحلاق لا. طيب يلا اعطنا بسم الله العظيم. ها يلا. الطماطم. عندك شيء ثاني غيرها ليلة اني طماطه؟ طيب ما نبغى ليلة اني طماطه. تبغى تجي طماطه؟ انا ما ابغى اكون طماطه. انا رضيت اكون بطاطا ولا طماطه. ليلة اني بطاطا بطاطا. ليلة اني طماطه. كيف طماطه؟ الحين تباقي ماسكه معك طماطه. يلا يلا يا ليتني طماطه. يلا حبيبي خذ القلم. ايوه يا ليتني طماطه طماطه مخلوطه بالخلاطه. مرحبا طماطه طماطه. الو مرحبا. الو مرحبا يا اخت امل. مرحبا. ايوه الو تفضلي. هلا مرحبا. الو قول له خالد. يا مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طبختنا اليوم ايشيه؟ تبدين في المقادير ولا تعطينا طبخه ولا كيف؟ والله اللي تبي. طبختنا مكرونه بالتونه. طيب ايش طبختنا؟ مكرونه بالتونه. مكرونه بالتونه. بالتونه ايوه. طيب المقادير. المقادير مكرونة عوض طويلة. مكرونة طويلة. إيوة. طيب. اثنين علبة تونة. اثنين علبة تونة. طيب. ونصف كوب زيت زيتون. كم؟ نصف كوب زيت زيتون. زيت زيتون. وفلفل بارد. وفلفل بارد. طيب. أربع فصوص ثوم. كيف؟ أربع فصوص ثوم. أربع فصوص ثوم. فصوص ثوم. طيب خذ يا ولا. ملح وفلفل أسود. ملح وفلفل أسود. وكزبرة خضراء. وكزبرة خضراء. طيب زيتون أسود. زيتون أسود. طيب وأربع ملاعق صلصة طماطم. أربع ملاعق إيش؟ معجون صلصة طماطم. إيه معجون طماطم. ها إيوة. طيب وبصل. بصل كم حبة؟ بصل حبة. إيوة ومايونيز حسب الرغبة. المايونيز آخر شيء طبعا. مايونيز حسب الرغبة. طيب طريقة الطبخ. طيب أول شيء توفي للمكرونة. ايش نسوي؟ تمام. تغسل المكرونة. نغسل المكرونة. ايوه. طيب. بعدين هي اعواد طويلة المكرونة. ابو علي طويلة المكرونة؟ اي موجود. ايوه. في طويلة. موجود اي طويلة. خلاص طيب. بعد ما تغسلها تكسرها وتسلقها في موية وشوية زيت. شوية ملح. يعني نحط موية وزيت وملح. ايوه تسلق المكرونة. وملح. تمام. ونقلي المكرونة. نطبخ المكرونة. ايوه. نطبخها. في مويه وملح. ايوه في مويه وملح وشوية زيت. ها؟ مويه وملح وشوية زيت. شوية زيت. مويه وملح وشوية زيت. مويه وزيت وشوية ملح. طيب اوكي. ايوه. طيب. تمام. بعدين تجيب تاوة كبيرة. لمدة كم نحطها؟ نص ساعة تقريبا بس لما تستوي المكرونة. نص ساعة. طيب بعدين تجيب طاوة كبيرة. ناخذ طاوة. طيب طاوة كبيرة تحط فيها زيت شوي زيت زيتون مو نص كامل. طيب طبعا في المقادير نص كوب زيت زيتون نص على المكرونة ونص في الطاوة. حلو. طيب نحط زيت زيتون بعدين نكشن بعدين الطماطم. تفرم الثوم. لا لا ما فيها. تفرم الثوم. نحط الثوم. ايوه تفرم الثوم وتفرم البصل. يعني البصل والثوم مفروم. حلو مفروم ولا نقصقصه؟ الثوم والبصل مفروم. طيب اوكي مع بعض نحطها. ايوه تحطها بالتاوة مع زيت زيتون مع التونة.
طيب مع التونة. مع الصلصة ومع الملح ومع الفلفل. مع الصلصة زايد الملح زايد الفلفل. يعني طيب تقريبا كل المقادير ما عدا المايونيز. طيب اوكي حلو. تمام. طيب خليها لما تتحمر. طيب نقلبها حتى تتحمر. ايوه تخليها لحد لما تتحمر. بعدين بعد ما تستوي يعني المكرونة تخلطهم مع بعض. تخلط المكرونة مع هذه المقادير اللي بتساوي تخلطهم مع بعض. تحط معاها زيتون اسود. طيب تمام. نحط معاها زيتون اسود. ايوه بعد ما تستوي طبعا. طيب خلاص بعدين تخلطهم مع بعض. اذا حابين يعني تحط معها مايونيز ملعقتين بالكثير يعني ما تكثر. خلاص حلو. وكذا انتهت طبختكم يعني المايونيز حسب الرغبه. وكذا انتهت الطبخه. بالتوفيق. بالتوفيق. يلا بالتوفيق لكم. الله يحفظك. امل وخليك متابع يا خالد. اذا في اي حاجه ولا شيء اتصل عليك. انا لحالي وانتم لحالكم. اوكي الاتفان الحاجات الحلوه. ما عرفتك ما عرفتك ما عرفتك. هاي ولد انت معنا ولا مع ال مع السلامه؟ هذه ما بلا انا وانت. تعال تعال خلينا نطبخ انا وانت. هنا تعال تعال ابو علي. خالد بس خالد البس خالد. هذا اصلا ما وين كان حبي لك اصلا معايا. حبيبتي انت معايا. انا معك صح. أيوة. اجل خلي هذه روح مع ابو علي. صرفي مع ابو علي. لا 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 انا اليوم اللي معي. احنا اصلا اليوم انا وياك مع بعض. وهو اللي بيفوز يجي معي. اليوم فيصل ولا لا لا نعم اللي يبغى يفوز يجي معي. ما عليكم انا ابو علي ما بساعده ترى ولا اساعدكم ولا شيء. اللي يبغى يجي معي الله يحييه. انا ما بعي من احد اليوم فيصل. انا عيت من احد. لا فيصل انا عيت من احد. انا بساعدكم ولا ولا أنا عيت من أحد؟ ما أدري. عشان كذا أنا لازم تجي معي أنت. خلي أبو علي وفيصل يطبخوا لحالهم. لا أنا معك. ها ما تبغى؟ سدي لج. طيب أبو علي خليه يقطع لحاله أجل. أبو علي فاضي ما عنده شغلة. ترى ما تشتغل. طيب أعوذ بالله من الشيطان. هي آلة إيه؟ هي آلة مكرونة. والله ريحة اللحم. إيه المكرونة فيه؟ زفر. أبو علي هذه أفضل ولا هذه؟ هذه افضل ولا هذه؟ اللي يعجبك. اوكي بسم الله العظيم. يا اخي قفاز يا اخي سهل. كل قلب وله موسم. انت اشتغلي بس حطي ال كل قلب وله فترات. لا لسه ما اخترت. ها؟ اها شوف حقين شور بيت مدري بيت شباب مدري شو اسمه. جابونا العيد يا اخي. قالت ملعقة كبيرة. ما يلعبون بالمواعين حقتنا. شور بيت. ما ادري شو اسمه. اسمه شور بيت؟ شور بيت. خذ في ملعقة هنا. يلا اشتغل. لو لعبوا بحقتنا ما تقطع. لو هذه كذا من عقب. ها؟ حط هذه ايه؟ من عقب. فقط كثيرة. استنى شوي. ايوه كذا ها. استنى شوي. ذابت واحدة. حطيتها. سامع خالد. بحطها. ذابت لأنها. شوي بس. استنى شوي طيب. اوكي. طيب. أعزائي المشاهدين نحب ننوه لكم على طريق المسابقة. أو اليوم ما رسائل رسائلكم على هاشتاج صحن واحد 11. صحن واحد 11 وعن طريق المسابقة إرسال اسم الطبخة والمقادير ورقم الجوال للتواصل. حيكون طبعا على آخر الفقرة جائزة مالية. وبالتوفيق للجميع. واحد اثنين ثلاثة نحط. استنى طبعا نغلق اللحم. طيب انا اغلق اللحم. لا اول شيء نحطه لبن يحترق. طيب نغلق اللحم. طيب استني عشان ما يحترق. استني اوكي. ابو حامد ايش بك ابو حامد؟ شوف انا الحين بعطيك الحين. انت فيصل فيصل رقدت انت البارحة ولا لا؟ لا والله انك شكلك ما رقدت. اي والله فيصل علمنا بنظام نومك في رمضان كيف تسوي؟ شكلك ما يرقد يا خالد. انا شو راقد جنبي. مين؟ هانت. انا يا اخي صدق ابو علي الناس عجيبين. علاء في رمضان يا اخي ما هم يرقدون. اعوذ بالله والله العظيم. خليك والله اعوذ بالله. مورق. والله صدق والله انا امس سويت مسابقه عرفت؟ ها سويت زي ما تقول اسالهم ايش احسن وقت؟ افطلع ان احسن وقت عند العرب بعد الفجر. قالوا سووا المسابقه بعد الفجر يا رجل. والله العظيم وسويته بعد الفجر. لا اله الا الله.
اكشفت اني انا اللي ارقد بدري. والله اني اكشفت اني انا اللي ارقد بدري. عود حلفت البارح ما ارقد بدري، عرفت؟ صباح اليوم حلفت ما ارقد بدري. ما رقدت رقدت الساعه 8:30. وجاء قومنا واحد من الشباب عسى الله يهب له العافيه. وكيف التفاعل كان؟ والله جميل اقول لك، والله ما توقعت، كنت احسب اللي العرب راقدين. طلعت انا واثنين شيبان نرقد بعد الفجر. متى تنام انت؟ انا؟ ايه سحنون. انا بعد صلاة الفجر، والله الساعة 5، الساعة 5، الساعة 4. ما شاء الله حلو. حلو. طيب. الساعة 4. في اللحظة هذه يا فيصل. ايه. صايم انت طبعا؟ اكيد. وذا العيد؟ كيف؟ ذا العيد صايم؟ ايوه صح. تأكد؟ تأكد ولا مريت انت و صحن ايش؟ ابغى اقول صايم قلت صحن. صحن ايش؟ ولا مريت انت وبابا؟ صحن واحد. يلا حط حط السمن. يلا الله يسعد به الوجه. ترى كل ما تصوم عرفت؟ كل ما يكون لك اجر كبير حتى وانت صغير، يعني الواحد يقول لا الواحد لازم يبلغ ولا لا مو كذا صح ولا لا؟ طيب انا عندي نصيحه. اي قلبي روح. الصدقه بعطيه بنفس علامه ايمان صح؟ والصدقه مع والصدقه مع تثاقل نفس علامه نفاق. اها يعني ليش؟ قال طيب استنى يلا روح. قال الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ولا ينفقون الا وهم كارهون. بعض الناس الله يهديهم يتصدقون علشان الناس يشوفونهم انه صدقوا بس الولد من جواته ما يبغى يسوي هذا الشيء. يا سلام عليك. علشان الناس يمدحون يقولون ما شاء الله والله فلان يعطي فلان يعطي ما شاء الله تبارك الله. كتابنا فين؟ صدق وزي كذا. لا ترى وين الكتاب؟ ما ابغى ما ابغى الا الشيء اللي مكتوب عليه جبس. طب احنا نبغى يتصدق وزي كذا عشان كتبت هي. ما عليك ما عليك من الناس، عليك من نفسك من الله سبحانه من جواتك. الشيء اللي انت تبغى تسويه سويه، ما عليك من الناس. كفو ما عليك من الناس، خله بينك وبين الله. يا سلام عشان يجي الاجر. بسم الله عليك. الناس ما تبغى اجر قدام الناس، حط عشان يقولون ما شاء الله شوفوا ما شاء الله يمدحون وزي كذا. والله الرجال اعطى من 500 اعطى من 1000 ها؟ يوم من الايام. ايه اعطى والله الرجال غني ها؟ يوم من الايام يوم من الايام انا كنت ببقاله. كانت بجيبه 15 ريال ما ادري 5 ريال. طلعت انا ما ادري كم وانا من جواتي ابغى اسوي اي شيء وما حد علمني. واعطيت حرمه قاعد تبغى فلوس. الله يجزاك خير. اعطيت حرمه قاعد لله سبحانه. لله التوعية. لله سبحانه التوعية لله. بس راعي دقيقة طيب بابا. بس راعي البقالة. قال لك ايش؟ ناظرني. يعني ليش تعطيه؟ اخرعك. ناظرني قال كفو كفو صفق لي، وانا يا ليت انه ما صفق لي ولا شافني علشان اخليها بيني وبين الله. يا سلام. الله يسعدك. ان شاء الله انها بينك وبين الله، وما قلت السالفه ذي الا عشان تعلم ما شاء الله اللي في سنك اني متصدقون. الواحد يقدر يتصدق صغير كبير وسط صح ولا لا؟ صح. حتى الواحد يقدر يحث ابوه على الصدقه، يعني كذا يمر معن صرافه يقول يا ابوي عند ايش اسمه في بدايه وقف البر في القنفذه صح ولا لا؟ صحيح. يقول ابوي مشينا نروح انت برا انا وانت، ويحث ابوه على الصدقه. شفت هذا اللي قاعد يحث ابوه على الصدقه؟ الحين انا لها نفس الاجر. ابوي الان يصرف. ايوه. واحنا بنروح اللي انت قلته وش؟ ها؟ وش اللي قبل شوي؟ صرافه. لا جمعيه البر في القنفذه. ايوه جمعيه البر في القنفذه. ايوه ايوه مضبوط. انا تخيل الحين انا اني اخذت 100 و100، انا اخذت 100 وابوي 100، ورحنا جمعيه القنفذه واعطينا وزي كذا. عادي عادي لو اعطيته ريال او ريالين. الله عليك. علشان هم يبغون فلوس صح؟ صادق هذا الكلام. لو تعطيه 2000 3000 عادي عشان يديك اجر. لو تعطيه 15 ريال 10 ريال، المهم الفلوس. يعني تبغى فلوس انت شويه، يعني انت معك والله 100 وتبغى 50، خلاص طلع 100 وعطهم 100 وقول رجع لي 50، يرجع لك 50 وهو يجي عنده 100. الله عليك. هو يجي عنده 50. يعني ما نقص ماله من صدقه. ما نقص ماله من صدقه. ابو علي كنك ابراهيم السين. ما ابو علي تحمس بغيدي عليهم. وقت ابله
ايش ما تقول يا ابو علي؟ ما صدق امانه منها؟ لا بس غير خوزها. انا خوزها مرتين. ها يلا ساعدك. ها حبيبي. جعل نفداك. نجار. اني اقول لك امشي فين هي في الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. حثنا رغبنا بالصدقه وقال ايوه قال من انفق نفقه في سبيل الله كتبت له ب700 ضعف. الله عليك. طبعا. وكم 700؟ 700 ضعف. كم هي؟ اعزائي المشاهدين طبعا عندنا لك البر. طيب شوف لي يا قلبي. بالقنفذة. الله يكتب لكم اجركم ان شاء الله، صدقوا. يقول لكم ما نقص مالا من صدقه. صدق عن امك، عن ابوك، عن نفسك، عن مريض، عن محتاج. ان الصدقه تطفي. ان الصدقه تزيد مالك، تزيد مالك. نعم. اللي تنفق تزيد مالك. تبعد البلاء عنك. يعني بعد تدفع ميتة السوء. ها؟ ميتة السوء. ايوه تخليك اسمه. طبعا. طبعا صدقة الوقف، الوقف مستمر عند الله سبحانه وتعالى. والله يكتب لنا، يكتب لكم الاجر ان شاء الله. ويتقبل منا ومنكم. طبعا عشر الاولى رحمه راح والان احنا في العشر. لا لا خلها يا قلبي خلها لان بنفرمها. المغفرة. لا يا قلبي جيب الفرامة ان شاء الله. وتقبل منا ومنكم ان شاء الله. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود. أعزائي المشاهدين عدنا لكم من جديد في فقرتنا صحن واحد مع النجم خالد حامد ومع فيصل وولا. مطبخنا اليوم جميل جدا ومفروض يكون معنا النجم إبراهيم السويلم. الله أعلم إيش أخره بس نقول إن شاء الله يجي بالسلامة أو نشوفه على خير إن شاء الله. لا يكون ارتكب لحد الإدران. لا يكون ارتكب لحد الإدران ولا حد الكلاب الضهرية دايختي. والله ترى الشمس في الظهر يا أبو علي. أوف. أقسم بالله سط الباحر. مو صادق. حرام يا قبل شيء يا أبو علي. صقعتني الشمس في الوجه، في الوجه. إني غمضت، غمضت لين حسيت إني تقريت وشفت العرب. صحيت الساعة واحدة. أيوه. صليت قبلها ورجعت خلت قلت خلنا ناخذ غطة. ها؟ أيوه. وأرجع وأقوم وتوكل على الله. ايوه لما اسحب طلبك وصح علي ولد الله يحفظه. ايش يقول؟ ابويا. قلت ها مبرود. قال ما بتروح اليوم؟ قلت ما بروح، ايش في؟ قال الساعه 2:10. هذا انا وين؟ وين انا؟ وترتكب الثياب وترتكب الدنيا. لا وش الملابس وين؟ في المغسله. في المغسله. و40 دقيقه يقفل. 42 دقيقة يقفل، تستنى صلاة العصر. السيارة ما فيها بنزين. هذا الكلام، هذا الخوف. اجى اول محطة قال ما في احمر. احشره باخضر. روح قدام قال ما في احمر. احشره باخضر، عيد. باقي محطة بعد. وهذا بعده بحشره باخضر. اخذت الملابس. محمد في بنزين؟ قال 5 دقيقة، دقيقة بس. شكلها كان حشران ولا في حاجة ولا شيء. مغطي 10 دقائق ولا بتتحرك خلاص ما تقدر ما في المحطه هذه انزل عبيدك صح ولا لا طيب حاسب مين اشرط ها لا لا عبيدك لين يجي استنى 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 اسمع انا اقول كذي خالد قول ايه خالد ايه سلك طيب اي شيء خالد انا اقول كذي عند فاروق 15 دقائق محمد كم الساعه طيب رقت اجل ابو علي من ذلك اللي يرقدون الساعه 9 الصبح مين انا؟ والله اني سرقت الا بعد الفجر بالله بعد الفجر سعود بالله انا قررت اني انا ما عاد انام الا الساعه 11 الظهر 12 كلنا صاحيين الصباح انا اللي نايم الحالي ليه؟ نقوم مع الناس صح ولا لا؟ صح ايوه لا غلط كيف صح؟ كيف صح؟ اصلا ابشرك عندي خلايا المخ اصلا ما هي ترتاح اللهم لك قالت لك دقيق؟ ايوه يلا دقيق بس يلا يلا لين قبل فترة الله وبعدين كان اللخبطة عندي زانت عرفت أجواء الليل زانت عندي طبعا مين حركي
سلام. يعني ما صار لسه جوي ولا عاد اعرف اسولف ولا عاد اعرف انكت ولا عاد اعرف اغني الى اخر الليل. الى فجر. بعدين اروح الدوام اداوم. افرض هذا يكذب عليك اصلا مو موظف. هو متخرج من الثانوي من الجامعه ومسنتر في الهند. ريشك تعال هنا ساعد البنت. لا لا خليه يجي عندي لا 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 ما في احد ابتولها ابتولها انا ماني ماني انا ماني مع احد يلا الله يا ابو علي جحدته مساكين والله ما تقول يا ابو علي يوم من الايام حط نص ملعقه فلفل على طاري ذبايح يا ابو علي ريحه اللحم اللي عندك اللحم طيب يلا خلاص عرفت يا ابو علي يلا لا لا نص 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 ما تقول يا ابو علي ايش جانا ذاك اليوم ايش جاك في ذاك العيد مسكت في راسي حماس اسلم ومزكت سكين لا اله الا الله يا ابو علي تقص حيوت ما يتقص لحم بس والله واجي واقطع كل شيء مدحني بويا كل ما مدحني بويا خالد زدت فيها ثنتين خالد ها وكل ما مدحني زدت فيها ثنتين خالد اي والله ابوك يا خالد اقوى ايوه امسكتي مني اقطع من عندك واقطع واجي اقول تبع بصبعي حلف بالله الدكتور انك ما رجعت الا من العظم اشهد ان لا اله الا انت والله عشان الحماس الزايد واقبع خالد ها في الشاهد الموضوع انت بلدولك يا ابو علي ليه ما نبغى الحمد لله على السلامه اي ما نبغى الحمد لله على السلامه والله يا ابو علي اني يمكن اخذت يمكن حول اسبوعين ها واصبعي ما هبلي ويني ما هبلي احترقت خلاص احترقت انقطعت كاس مويه حار اني أيوة؟ شفت حرق اني قلت احترقت فاقول لك ابو علي اكثر ما صح ما عليك انها بتتنقع واجد بتتنقع طيب راح يسعد ذي الوجه قول يمين بخل حار بخل صح لنا تني قول يمين يا بنت امين الله يخليك هنجبك خلاص ايوه تبقى بعدين تقول تخلي نص ساعة كم؟ لا باقي معجون طماطم في نحطه يلا نحطه يلا 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 لمين؟ ملعقة كبيرة معجون طماطم طيب الأخت نورة ألو؟ 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 أخت نورة؟ هلو؟ هلو؟ اسكوز مي زياده لا تقطع زياده حط لي مين انت؟ هلو حط لي ملعقه خلاص انا محتاج اتصال خطي انتي انا محتاج اتصال محتاج اتصال طيب ماشي حطه ان شاء الله حيكون كل شيء سليم ويكون الوضع ما معي بطل ما معي دور حبطه ما في حبطه عند ابو علي روح هناك يلا هو قاعد يدور الحبطه يا ابو علي يبغى يدور ايش؟ يدور حبطه شكلكم ما في ما في عند ابو علي والله عندك انت لا والله عندك لا اله الا الله والله انا طلعت في رمضان طلعت في رمضان تكفى طلعت في رمضان بس تكفى يا فيصل تكفى يا فيصل تعرف ليش امدحك والله انك نحيب ما شاء الله ما عندك والله والله تكفى يا فيصل ان السحور والنوم الناس يتسحرون يقومون يلعبون الى الساعه 6 ونرقد هلو الو الو هلا اخت نوره مرحبا كذا مظبوط هلا معك ولا يلا معك ولا كذا مظبوط الو كذا مظبوط اي كذا زين حطيت الطماطه حبه وش طماطه دقايق بس اي لا شوي بس بنحطها الحين والبصل حطيت فيه خلاص البصل حطيناه قول كل شيء كل شيء حطيناه بس بقى حطينا بدال صلصة طماط حطينا بدال صلصة طماط ما في طماط؟ ما في لا طيب ما عليك طيب قولي حط نزود مويه ولا لا؟ طيب نزود مويه ولا لا؟ طيب لحظة شوف شوف علي صوتك شوي ممكن؟ حط شوف كذا ها؟ كذا المويه شو بقول؟ المويه كيف؟ كويسه المويه زين خلاص كذا زين كذا تمام؟ طيب زد شويه زد شويه ازيد شويه؟ ايه زدها بيالي طيب اوكي طيب الفلفل خلاص طيب يا ولد خلاص ها؟ فلفل ازيد مويه؟ خلاص يا ولد ازيد بياله مويه طيب اوكي ازيد مويه بياله اوكي عرفت روحك
اطبخ يا فيصل معهم. ايوه خلوني انا لحالي يا قليل الخاتمه، لكن ان شاء الله افوز عليكم يا رب يا رب. يا اخي في في ملاحظه في شيء؟ فلفل ايوه مقطعه. اي نعم. وش وخلاص؟ لا سنتين فلفل قطع. فلفل اخضر حار صح؟ ايوه. اوكي وش كمان؟ هلو؟ الو وش كمان؟ ايش؟ ايش كمان؟ بس خلاص حطيت خلاص. يلا فالك التوفيق ان شاء الله، طبختك جاهزه وبالتوفيق ان شاء الله. يلا اوكي. بس اطبخ خلاص يعني غلق خلاص بس قاعد تغلي. طيب خليه زيت اسود اربع ملاعق طماطم بس اذا استوى بصل حبه نقدمه بصل بصل حبه. اوكي اوكي ماينس حسب الرغبه. طيب يا ابو علي. يا حبيبي عندي سؤال يا ابو علي. عمرني ودي نساله عرفت للجمهور تفضل والمشاهدين تفضل وعاد انت الله ييسر امرك تقرا لنا بعد شيء من الهاشتاج. ابشر عرفت السؤال. السؤال 90% يا ابو علي من الناس اللي تطبخ ايوه ما تاكل اكلها ليه؟ أنا أول واحد. والله؟ والله من جد. طيب إيش السبب أبو علي؟ النفس خلاص. كيف النفس؟ يعني الطبخ وأذوق المرق وأذوق خلاص. ذوق. ما عاد يجيلك نفس. والله من جد. طيب أنا أول واحد. يعني طبعًا طيب في رمضان طبخنا طبخنا. هذا صايم. في ناس ما هي تاكل نهائيًا. لا تاكل. نهائيًا. لا 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 في مستحيل. في ناس تاكل. في ناس ما تاكل حتى من الحين إذا سويت أنت مثلًا كبسة. إيه. ويعني انك بتاكل من الرز ومن اللحم ما بتاكل منها صح ولا لا؟ لا بتغلقه وتعطيه الناس ويقولون تفضل يا ابو علي. لا والله الله يحييكم والله يا مرحبا. انا شوي ايوه ايش السبب؟ خلاص انت اول شيء تعبان واقف تطبخ هذا اول شيء خلاص ومرهق تريح المرق تذوق تقطع تذوق خلاص يعني استويت. لكن فيه ابو علي احنا كلام كمان يعني تشربت من نفس تشربت من لك الكامل الكلام كمان كمان للمشاهدين يا ابو علي. نعم نبغاهم كمان يشاركونا في هاشتاج صحن واحد 11. نعم اكتب صحن واحد 11 في الهاشتاج واكتب لنا السبب في بعض الناس تطبخ وما تاكل لكن ما تاكل. نعم. حتى لو كان جيعان الى هنا جوع الكلاب بس اعطيك معلومه خالد. اوكي امسحوا كلمه كلاب اعطيك معلومه. يمكن مثلا ممكن تعشوا يمكن اوكي وراحوا الناس خلاص فضي البيت. طيب يمكن يعني نلقى اقول مثلا الاهل اعطوني عشاء. ابو علي اعرف ناس والله ما يذوقه. لا, لا والله انا يطبخ لنا ويقول تعال كل يقول والله ما اقدر انا مالي خاطر نهائيا اي شيء اكله اسويه ما اقدر اكله مع ان اكله لا اله الا الله نمسح ام الصحن بعده. اكيد خالد حمد ما عليك نشوف الهاشتاج نشوف الهاشتاج نشوف الهاشتاج اكتبوا لنا الاسباب اللي يمكن ينحف. لا 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 90% ما ينحفون اعرفهم انا. واحد ياكل البر والبحر واحد من اخوانا ياكل البر والبحر. خليك من تي السالفه تهديها. طيب الحين انا كم هبت ملعقه ذي مره ثانيه. طيب شكله يبغى له شويه يا خالد. حبيبي قول الو. مرحبا الو. مرحبا انا خالد حامد. الو 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 ايوه مرحبا. باقي تحتاجين شيء تشوفين في حاجة غلط فيه؟ طيب ايش حطيت في التاون؟ حطيت كل المقادير؟ حطيت فيها كل المقادير إلا الكزبرة. لا الكزبرة حطها المايونيز اللي ما تحطه. ما حطيت مايونيز نهائيا. ايوه ما حطيت. طيب وش اللي حطيت؟ طيب إذا كانت بدون كزبرة عادي؟ عادي مو مشكلة حسب الرغبة. خلاص الكزبرة أصلا ما فيه عشان كذا خليناها. والطماطم فين أبو علي ما عينتها تكفى؟ في الثلاجة. ما حصلتها يا حبيبي. طيب غيرها صوص الطماطم. طيب المعجون طماطم. المعجون حطيت عنينة ذي هني شوفي عنينة زيد عشان ما يقولون دعاية عنينة. طيب المكرونة استوت ولا باقي؟ كيف؟ معلش المكرونة. المكرونة لسه تطبخ. خلاص بعد ما تستوي المكرونه تتحمر المقادير اللي في التاوة. حط المكرونه في صحن التقديم وحط المقادير اللي بالتاوة عليها. حلو. خلطهم مع بعض ومع زيتون طبعا حط الزيتون الاسود معاهم. تمام؟ خلاص. خلاص باذن الله باذن الله. يعني كذا بس صح؟ كيف؟ كذا خلاص طبختك؟
خلاص كذا خلاص. الله يوفقك ان شاء الله، وان شاء الله نهديك الفوز باذن الله. ان شاء الله الله يوفقنا وياكم. الله يحفظك. يلا شكرا. فالك التوفيق ان شاء الله، و الله يعينك على خالد. انا ماشي صح زي ما قالت. ما قالت بالهذا. الكزبره بهذا هذا الحين، الكزبره اصلا ما تنحط الا عشان بس. وعلي. ها حبيبي ها. تعرف انا من يوم خلقني ربي في حاجتين ما فرق بيني. هذا بقدونس. الكزبره والبقدونس وسعد القحطاني واحد من الشباب. هذه البقدونس صاحب علي. ها؟ ما في كزبره جا. شفت اني ابو علي اني صادق ما في كزبره. ما في كزبره. شفت يا ابو علي اي؟ اللهم لك الحمد ما في كزبره. لا تجيب العده ولا. ما فيش كزبره ابو علي. ها؟ بديت قلبك ما فيش كزبره. يا راجل. بقدونس والله. طيب شوف ده. بقدونس بقدونس شوف بقدونس بقدونس. بقدونس. بغيت لا 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 بقدونس. لا اوكي ابشر يلا كرة. لا لا تي تي بقدونس حرمنا كله بقدونس. لا تعال 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 يا ولد نعرف الكزبره تعال. ابو علي نصادق انها تي. اعزائي المشاهدين ننوه لكم بان التصويت الان نزل على تويتر على قناه بدايه. فيصل وله وخالد حامد لحاله. فيصل وله وخالد حامد لحاله. فيصل وله وخالد حامد حاله. التصويت على حساب بدايه تويتر. الان اقلبوا القناه. التصويت شباب فيصل وله. وبعدين عندنا البنوته وله عندها كلمه تبغى تقولها. يلا تفضلي. أهدي أهد الجنودنا المرابطين على الحدود إهداء جدا جميل ويا من ساحز من النوادر والذيابة يا صباح الناس ولا زعزع هبوب من بلاد المصطفى وارض الصحابة لنتقاتل معناها نصر العروب أقلعت برق جعل الليل وضبابة طيرات الحزمة والحسمة بهايوبة طيرات الحزمة والحسمة بهايوبة تعيدنا يلا عيديها يا مساحة زمن النوادر والذيابة يا صباح النصر لا زعزع هبوب من بلاد المصطفى يرضى الصحابة لن تخاسل معناها نصر العروب أقلعت برق جعل الليل وضبابة طيرات الحزمة والحزمة مهايوبة طيرات الحزمة والحزمة مهايوبة الله عليك يعطيك العافية الله عليك الله عليك يستاهلون جنودنا البواسل على الحدود والله يا عرب انه في نعمه الحمد لله وفي ستر وفي عافيه يعني احنا الحين هنا قاعدين ننشد وقاعدين اللي يتصل واللي مبسوط في رمضان مع اهله واللي طالع نازل وجنودنا البواسل على الحدود لحالهم ما عنده الا الله ثم مويه وتمر والسماء واخوياه والدعوه اي والله لهم ان شاء الله انهم على خير والله يقويهم في دعواتكم لهم هم ما يبغون منكم شيء والله لا يحتاجون منكم اي شيء يعني يحتاج منك دراهم مو يحتاج منك شيء يحتاج منك بس تدعي له لان دعواتكم ان شاء الله تصاب ويمكن واحد من هذول الصايمين قبل يعني الواحد اعطنا ايش اسمها مواقع الاجابه في رمضان عشان الناس تعرف وتدعي للجنود البواسل المواقيت احنا قلنا قبل الفطور صح ولا لا اول ثلاث ساعات هي تفضل اول ساعه بعد صلاة المغرب ايوه والساعة الثانية آخر الليل والساعة الثالثة قبل صلاة الفجر الآن تم طلوع الشمس يعني قبل المغرب يعني وقت الفطور إذا صار الواحد يفطر صح ولا لا؟ صح. قبل ما ياكل التمرة يدعي لأخواننا المسلمين في كل أرض يدعي لجنودنا البواسل يدعينا الله يحمي بلادنا قبل ما يقول يعني قبل ما يأذن ادعي لأهلك أي شيء جنود البواسر أهم شيء جنود البواسر وأهلك وتدعي لله وتدعي لنفسك تدعي لمين؟ تدعي لنفسك تدعي لله كيف تدعي لله؟ تدعي الله إيه تدعي الله لنفسك ولإخوانك المسلمين وجنودنا البواسل على الحدود
كل شيء، حتى ابو علي ادعوا له، والله ابو علي انه يحتاج دعوات، وانا اخوكم الصغير نحتاج دعوه، والشباب هذول يحتاجون يحتاجون دعوات صح؟ ايه كل انسان في هذه الحياه يحتاج دعوه. يمكن دعوه انتبه يا قلبي، فكيني من كلمه الحمد لله على السلامه. اوكي ابعدي ظفورك اذا لي في منك ريوه. عشان تقطعها شو سوينا؟ تعال نقطع عنك. ها يلا انبسطي. ها بسم الله العظيم. ليش كذا؟ لا ما نبغى كذا. كيف تبغين كذا؟ نبغى كبيرات. ايوه لا كذا ايوه. ها يلا انبسطي. شفت اصبعك؟ ايوه ثنتين. ها يلا خلاص خلاص. ها باقي بس عشرة. أربعة باقي أربعة وبس ستة خلاص بس بس يكفي يكفي يكفي. يمكن واحدة تموت من اللي في ايديك. خذي هذه منهم. شكرا يلا شكرا يلا يلا خلاص لا تزعجينا نروحي هناك يلا. انا وفيصل هنا قاعدين نطبخ. انا ما ولا معك. اوف سلم عليك نوال من العراق. سلم عليك كثير السلام. الله يسلمك. سلم واحد من العراق كلميهم واحبك. ابو علي حتجاوب لك على سؤال يسالنا؟ لا نجمه صارت لسه. يقول لا ابحث زين ابحث زين فاتح لي الهاشتاج بعدها بساعه تقول لي سبحان الله العظيم الله اكبر الله يوفقكم. هنا هنا خالد قول له ولا ان شاء الله اشوفك في الجنه. ايوه قول له سويلم. هنا زم 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 سويلم الله يغفر له ادعوا له بالرحمه. ايوه الله اكبر الحمد لله. شايفين ادعوا له سويلم بالرحمه ان الله يغفر له ويرحمه. ايوه ادعوا للشباب والله ان الله يغفر لهم ويرحمهم. الله وانا بعد يرحمنا بالرحمه كلنا جميعا. حقتك يلا ايش تبغى؟ هذا صحن احب هذا، هذا اموت في ام امي. هذا اشكر ام المطبخ عليه هذا هذا الصحن. هذا ما ادري ليش انا احب ذي الصحن. تحبه؟ عشان كذا حقدم فيه طبخاتي. تحبه؟ ايه تزوجه. هذا الكلام هذا الكلام هذا الكلام. طيب ابو حامد. قلبي يبغى الصحن يسوي فيه فته بس يحطون فيه المكرونه الله يعافيك. ها؟ حطوا فيه فته. والله إيه والله يحطون في فته بس الحالة. ايش دخل فيه مكرونه؟ عشان كذا انا بحط فيه مكرونه. بحط عشان بس كيف تحط ليش ابو علي؟ هات يا ولد. ها؟ حط الدفتر الرومي. الدفتر ذي ايش دخل في الفرومي؟ اقول الدفتر غلب الرومي. هذه ما حبيتها مو حلوه. هذه اكبر واحلى. ما باخذ الطبخه حقتك يا خالد. ها؟ ما بقرب هاك. والله الدفتر ذي جبتها. لا تقرا طبختي يا ابو علي. مالك ها ها. لا تقرا هذه اسرار ناس. هذا دفترك. خذنا بس واحده فاضيه. ها فاضيه. ها تعال شوف ايش ايش مكتوب فيها. طيب جاهز. سلام يا ولا. شهزين وعرفتك. يا حلوه. اوريكم اوريكم انا. حلوه مرتاحه. انا علاجكم عندي انا. سلام. ريحة حلوة بس شكل. ريحة حلوة والشكل زين وكل شيء مزبوط. ما تقدر تقولنا مو بحلو. ها شوف ها شوف ما شاء الله العظيم مزبوط. أصلا مكرونة مو حلوة بس خالد حامد أصلا حلو. باقي باقي يا رجل لعبة اسمع انتبه. اسمع اسمع أصلا 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 المكرونة مو حلوة بس خالد حامد حلو. حبيبي أنت يعني أنت اللي متحلي الطبخة يا أبو إلين رحت من عندها بعدين خلاص ما صارت حلوة الطبخة يوه. لأنك سحبت علي الله يهديك. أنت سحبت علي وش ذا؟ سحبت عليا سحبت عليا واجد. الحين كيف نقلبها؟ ها؟ نقلبها كذا؟ لا قلبها بيدك عادي نقلبها كذا يا ولا؟ انت جالسه دائما في المطبخ. ما عمرك جلست؟ اوه ما عمرك جلست في المطبخ؟ صح الناس تقعد واقفه في المطبخ، ما ناس ما تجلس صح؟ تجلس تاكل. انا اجلس. تجلس تاكل عارف 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 هذا وجهك انا اعرف وجهك ايش هو. حشولي توست حشولي صح وجالس تتأمر الا الا تقدر تقول فيها كذا شوف. حبيبتي ايوه ايوه يا ولا علميهم. شكرا لك يا ولا. علميهم يا ولا. ايوه تعلموا مو ولا. ايوه يا ولا كيف علميهم. شوي تونه. ها حبيبتي حط شوي تونه خلاص. ايوه بس انا اشوف انها كذا خلاص ايوه مبت خالد. قلبي ترى ما تضر لو حطيتها كلها. والله ما تضر لو حطيتها كلها. اي والله. لا لكن نكهه المكرونه عشان تحط التربيه هذيك حرام حط على المكرونه. ولا تزعلي وصلنا على العيد. يا ابن العيد ما تكلمت ابو علي كان خدتها انت وجيت ثبتها. ما العافيه حصل خير. طيب انتم تبون تفوزون صح؟ ايوه. كيف تبون تفوز؟ علموني عشان انا اساعدكم. لا تساعدنا انت تقول من اول حلقه تقول ما بساعدكم. انا ما قلت بساعدكم انا قلت ساعدوني. لا لا قلت ما بساعدك. صحيح ولا اني قلت ساعدوني؟ مدري.
لا أوكي. لا صح قال ما بساعد احد، ما بساعد وابو علي وما بساعد احد. ابو علي دخلني انا في ابو علي. ابو علي لا انا ما لي دخل. انت وخالد انا ما لي دخل. التحدي بيننا انا وانتم. انا ما لي دخل في ابو علي برا المشكله. لا تحطه في راسي. بعشيب يقول قلب علينا. انا اقلبها قلبها في التو عشان هذه ما تتوسخ. والله صادقه صح عشان كذا انا بقلبها هنا. هذه توسخت والله من عدة العافيه. لا والله والله مزبوطه ابو علي. والله مزبوطه. هي حسب الطلب. ايش رايك نحط عليها مايونيز ولا لا ابو علي؟ والله براحتك. المشكله تقول هي حسب الطلب. حسب الطلب براحتك والله ابو حامد. المشكله واحد والله مبدع يا خالد. ما لها طلب والله. المشكله واحد صايم ايوه يا قلبي وفي العصر يسوي طبخه. طيب ابو هذه جلطه لحوم. هذه جلطه الحاله. وانا اخوك تقدر تذوقها وانت صايم. عشان كذا لازم تحس بالجلطه اللي تحس بها امك واختك. اوكي احط لساني بس. ايوه لا يلا بسم الله العظيم. التصويت النهائي وصل ونشكر الجمهور على البداية على التفاعل لليوم. نشكركم وكل يوم نشكركم. طبعا التصويت الان انا ما ادري عنه. ماني قالت زيت زيتون مقطع ما حصلته. وش زيت زيتون مقطع؟ اسود. بلش رايك بلش رايك ايش رايك في ذا؟ شاركونا في صحن واحد يا ناس. شاركونا في صحن واحد. ما عليك الا تسر الطبخه والمقادير والجوال على الايميل الظاهر امامكم على الشاشه. تكفوا شاركونا يا جماعه. تونس وسولف معكم وتونس انا وياكم. ولا على نهايه الفقره يحصل على مبلغ مالي. مبلغ مالي. العيد قرب يا ما عرفتك. يجيك فلوس تشتري تنورات تشتري ملابس العيد. ترى يا حبيبي انا ما انبسط في المطبخ. انا ترى اشرف ما انبسط في المطبخ حتى تحط على هذه زوم عشان الناس تشوف. وصلت برا وصلت. يا هنا زوم كاميرا هنا زوم. بسم الله العظيم. يعني ابو علي خلاص يعني اللي قاعد اقلبها قبل شيء ما حد قيم عليها. وانا قاعد اسوي قدامك اني الولد الكويس. اوكي قول ان شاء الله. ان شاء الله احنا بنفوز. لا 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 هذه ما ينضحك عليها. على طول ختم لساني صح. حرامية. هذا على فكرة هذا صيني. لا هذه وشو؟ هي كذا ما تعرف حتى ايش قاعد تطبخ. الا هذه لحم قلقل. اي لحم قلقل. ايوه لا انت تقولين قبل شيء ايش اسمها؟ انها ما هو مقلقل. التصويت النهائي للفريقين وصل. ايوه يا حبيبي. اوكي ابشر. رجع اي كذا صح حمص. اي الحين لا تقول ام كذا ام كذا. ان شاء الله بيصل ولا ان شاء الله. عيوني ان شاء الله انتم الاثنين تصيروا. ابشري ابشري. احنا وميش ها؟ احنا وميش. انتم معاكم الاخت امل. الاخت نوره. هو امل. هم امل وانتم نوره. اي هم امل. شفتي هم امل. هم امل. هم امل احنا يا لا مبروك. غيرت اسمك نوره. مبروك. انت تقولين انا اخت نوره. كيف جيت انت اخت؟ اي اخت نوره. انت ولا يعني هي اختي في الاسلام. يعني ايوه قول اخت نوره. انا اخت نوره. اخت نوره. انا اختها. ايوه يا سلام يعني عليك. يعني ما لقى الولد. انت صرف يا مصرف. صرف يا مصرف. تصريفه كل ما قال واحد قال ترى اخوك. اذا انقفط انها ما هو اخوك قالت اخوي في الاسلام. فكينا من هذه. حركات زمان لا فكينا منها. الا لا لا الا فكينا منها. اخوي في الاسلام. شربت منيف سوى في صالح ثاني. لا جاب لها جلال. لا والله اقسم بالله يا فقر. عشان ايش؟ ما اخذ عرب. ايوه سعد اختها بسرعه. ما يقول جاب لها جلال. سعد ترى يخترع من اي شيء. يطيح جوال يطيح. قالها انت مين؟ انت قال انا سعد القحطاني. سعد قال ها سعد القحطاني ابو البراء. طيب اسمك سعد سميها. قال انا ابو البراء. ولا هلا ولا هلا ولا هلا. ماخوذ من اسم ايش؟ ونوع من انواع الورد؟ لا ايش هو؟ ولا كان الولا من الشوق. من الشوق الولا. كان الولا. صح. السلام عليك. ما شاء الله عليك. بسم الله. اسمها ما بتعرف اسمها. طيب فيصل. ها اما ذي وصل. اما وصل فيس. ماخذ من الفيس. فيس سيف. يبدا بحرف النون ولا لا؟ سيف فيس. سيف اسمه سيف. سيف. لو اقول لك على احد انواع السيوف. ما شاء الله تبارك الله. سيف انا قوي. سيف ما شاء الله. هذه وله يعني
كان الولا ما بيننا. هذه اسمها كان الولا. ايش؟ من الشوق. كم من الشوق؟ اسامي اسم من انواع الشوق. كيف اسم من انواع الشوق؟ انا اجيب من بنجر. انت اجيب من بنجر. تعال يلا تعال 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 انا انت فين؟ اعطينا زيت خلنا انا انت نسوي شعورنا. تعال سوي شعرك معي. يلا. ايش اسم انت؟ باكستان. لا لا انا بنقال هن. اسمي من اسم الشوك. كيف يجي؟ وعلي زي اللي يقول انا خالد اسمي من ال حامد. صح ولا لا؟ انا اسمي من اسامي الشوك. لا انا اسمي من اسامي الجنوب. الا غلط. الا تفسيرك غلط. الا غلط معناته من الشوك. لا الا طيب اذا الحين عندك شوك ولا وش؟ لا قالت عيون مش دراني يعني انواع الشيء اللي من الخاطر. ايوه يعني الواحد اذا راح بعيد ايش تسوي انت؟ في نوع له في شوق في ولا مش دراني. اوكي ابشر. كان الوعد ما بيننا. لا لا كان الولا انا ابغاه كان الولا. كان الولا ما بيننا. لا قالت عيونك تعال اللي هنا نحن هنا تقبل تهبت يا ابن الحلال. الله عليك ممتاز. ما قلت شيء انت ما غنيتي معي. خلاص ننتظر ننتظر اعلان النتائج. لا قالت عيونك تعال. في اعلان نتيجه. يلا 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 فيصل فيصل اعلان النتيجه. يلا ان شاء الله نهدي. كان الخالد ما بيننا. ما تجي كان الخالد. اسمع ان شاء الله انا وانت نهديه من فوق. نهديه نهدي الفوز. نهدي الفوز. نهدي الفوز. انا هجيب البقاع. انا هجيب البقاع. حلو مراجعه على طول. انا هجيب البقاع. تمام. اني بورلي نار لي كطار لي كهي. اني بورلي جاهزه كل شيء جاهز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. مره مرات ولا بداية قالت ايه ليش؟ اللي يمكن انا وياك جالسين بالكرسي. بورلي. لا وش؟ وش هي؟ اني بورلي. لا بورلي. ماردي كاردي هي. لا 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 ما سوي صار هي. هنا 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 سوي شيء. هنا تروسي. كله سوي بنقالي هي. اسمي انت ايه؟ انا هذا بنقالي ولا ايش؟ ولا سهيل ولا حسين. اسمي ايش؟ شوق. اوكي بسم الله. بسم الله. انت اهدي فوز. انت اهدي فوز. انا يهدي فوز ان شاء الله. حق هذا متصل. حق هذا متصل. الامر انت ما في فيصل ولا وفيصل على اليسار هنا ابو حامد على اليمين طلع عليك مر. لا ابغاهم انا ابغاهم يفرحون معي لاني ادري انا اللي بيفوز مره. يلا واثق. يلا سرعه تعال افرحوا معي سرعه. يلا فيصل مش ما كتب الله لك من عمر جديد فتقول الحمد لله يا رب. اللهم اكفني شره. الله يكفينا شره. طيب نشكر نوره محمد وامل العتيبي على مشاركتهم اليوم معنا في برنامج فقره الصحن واحد. واتمنى لكم التوفيق. والله ما ادري عن النتيجه لحد الان. واتمنى التوفيق للجميع ان شاء الله. من يفوز ما قصرتوا معنا وكفيتوا ووفيتوا ونتمنى نجيب لك التوفيق للجميع. احنا نجيب لك النتيجه ابو علي. بالله على اساس انك انت تعال تعال اصلا ابو علي بيفوز. والله ما اعرف. قنعني. النتيجه النهائيه الان امام المشاهدين على الشاشه. تعال 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 ابو علي بيفوزكم عرفتوا؟ الف مبروك. لكن ان شاء الله الناس تفوز معنا باذن الله. الناس تفوزني وانتم وما في احد معنا احد خسران. فوزوا نططوا. انا ما احد خسران انت نططوا. انا هذا ما ايش اختيش على المشاركه طبعا انا مشاركه. نططوا قفزوا. احنا ما في احد خسران على المشاركه. يلا لكن خسران فريق خالد حامد اللي هي امل العتيبي 133 نقطة. فريق ولا وفيصل نورة محمد 137 نقطة. سهل سهل سهل. اي اكلوك 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 خالد. ايوه انا اللي اكل. ذكر يا ام محمد انا اكل جديد كذا. انا اللي اكل. اكلك اكلك.
أعزائي المشاهدين هنا نصل إحنا وياكم إلى نهاية فقرة صحن واحد. نلتقي إحنا وياكم مشيئة الله غدا في نفس الموعد وفي أمان الله. استاهلون استاهلون استاهلون. مبروك للفائز. كل يوم صحننا غير في نكهة ما لها حدود في وصفة ومقادير له مذاق وانتو شفون. صحن واحد صحن واحد صحن واحد صحن واحد ذوقكم يحظى بتقدير الجميع وشوفكم زود رمضان.